بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم اصحابي؟ معاكم مطبخ ده، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده وفي احسن حال ان شاء الله. يا ريت لو كنت اول مره تشوفوا القناه لو سمحتوا اضغطوا على مربع الاشتراك، واهم حاجه تفعيل الجرس عشان يوصلك الجديد باذن الله تعالى. لايك وشير للفيديو فضلا وليس امرا. ما انتوا شايفين اصحابي فكره عطتاني احد المتابعات وانا جربتها فعلا ولقيتها مفيدة، وفعلا سوت اللحمة بسرعة، يعني اخدت تقريبا في الغالب اللحمة بتاخد ساعة ساعة ونص، احنا بنتكلم بدون حل الضغط، بالطريقة دي اخدت تقريبا حوالي من نص ساعة ل 45 دقيقة عشان اكون صادقة معاكم. الطريقة سهلة وبسيطة، هنحط الدل يعني الحلة او الطنجرة او الصفرية اللي بتسوي فيها اللحم، مي بيغلي، هتسقطي اللحم. طبعا انا اللحم مش هقدر اجربها معاكم لان اللحم ده انا مش هسويه، بس هسويه بطريقه مختلفه، فبالتالي مش هينفع اسلقه، يعني مش هسلقه، مش هستخدمه سلق يعني، كنت جربتها معاكم دلوقتي. هنجيب الحله ونحط فيها المي، اول ما المي يغلي طبعا بتسقطي اللحمه وتسقطي التوابل العطريه بتاعتك، كل واحد حسب ما بيحب، وبنضيف معاها طبق صيني، طبق صيني بتحطيه معاها طبعا، يفضل لو يكون طبق حسب بقى حجم الحله، لو الحله كبيره عادي طبق زي ده فناجين الشاي عادي، لو الحله بتاعتك صغيره او انت عامله كميه لحمه صغيره حطي الطبق بتاع الفناجين القهوه. اوكي، بنحط الطبق الصيني معاها وبنخليها الطبق ما بيجرلوش اي حاجه، ما بيطلعش اي ماده مضره او اي حاجه، وفعلا بتسوي اللحمه بسرعه. جربوها، يا ريت ما تنسوش بدعم الفيديو باللايكات والشير. كان معاكم مطبخ ده، واشوفكم فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.